النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إنه إذا أذن المغرب أن نحبس الأولاد عن اللعب، لأنها ساعة ينتشر فيها الشياطين، ينتشر فيها الشياطين وينتشر فيها الجن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إنه إذا أردنا أن نريق الماء بالليل أن تسمي الله عز وجل، بلاش يكون في جن قاعد وأنت سكبت المي على رأسه فيروح ضاربك تؤذي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا لو رأيت ثعبانا قبل ما تقتل الثعبان ولا تطرد الثعبان أن تسأله بالله عز وجل، فتقول له أسألك بالله أن تخرج 3 مرات، أسألك بالله أن تخرج، أسألك بالله أن تخرج، فإذا لم يخرج الثعبان فقتلته فإنه لا يضرك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الجن يتمثل في صورة الكلاب السوداء ويتمثل في صورة القطط السوداء، فلا تؤذيها، عشانك لا تضربش الكلب ولا تضرب القط، قد يكون هذا الجني فينتقم منك.